هل يجوز لبس الملابس القصيرة قدام الأبناء أم لا أو الأولاد؟ بلي، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا لم يكن هذا اللبس القصير مدعاة للريبة والافتتان مثلا، هو في نفسه جائز. ليش؟ لأن من محارمها، هذا ابنها مثلا أو أخوه أو أبوها، ذولا محارم لها، يجوز لها أن تلبس القصير، لكن بشرط عدم وجود ريبة أو افتتان. إذا كان هذا اللبس مدعاة للريبة والافتتان، ينبغي عليها مراعاة الحشمة والوقار.